يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل خلال ساعات الصيام الطويلة وبالأخص في فترة الصيف، ومن الضروري تعويض هذه الخسائر وذلك بالبدء بسنة نبي الله عند الفطور وهو أكل الرطب، ومن ثم شرب كوب واحد من الماء، علما بأن الجسم يحتاج على الأقل لترين ونصف من الماء يوميا. ولتحقيق هذه الاحتياجات يجب عليك تقسيم شرب الماء خلال اليوم واستهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل كالخضار والفواكه والتفاح والبطيخ وغيرها من الأطعمة. رمضان كريم.